طريقة السلف في حفظ القرآن. ريجاي سلف بو لبركردني قرآن. كيف كان السلف الصالح مع القرآن؟ آية سلفي صالح لقى القرآن شون بونا. هل تركوا حفظ القرآن؟ آية وازيان لبركردني قرآن هناوة. هل حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل؟ آية قرآن يعني لبركردوها بابي بيركردنوا كاركردن بي؟ لا لا هذا ولا هذا. نخير نأمو نأيش. كان لديهم حفظ يومي للقرآن. أوان لبركردني كي الرجعنا يعني بو قرآن. نظر يومي في تفسير الآيات. تما شاكردني كي الرجعنا بو تفسير كاني آيات. عمل يومي لكل ما حفظه. كرداري كي الرجعنا بو همو أوي لبريان كردو. ماذا نصنع؟ شيب كين. نحفظ حفظ يومي. بل لبركردني كي الرجعنا لبردكين. نرجع لتفسير مختصر. دقرينا وبو تفسيري كي كرد. نفهم معاني الآيات. لمعنى آية كانت يدقين ونستعين بالله على العمل وبشت بخواي قولة دبسين لكردة وكان ده.